بوشينه لحموجن الجهانه قول رهبره هري راس ايجنه لره برابو فيروز دكن جنو يوركي حتى افغانستانه جشن غالي حتى ايرانه ام روح برخودان وان اي تواهيجن الجهانه يكو تخت دستواتاريا مرد هجينه او بهانديا بر بهلوشينه جبر جباجار رقم كو تاريخي سرسال لي هاتا تكبرن و انا برخودان جنان لي هاتا بلنكرن ام سلاف او حسكرنين خير جيت تواري جنين تيكو شر الجيهان رجشينن شمت متوت ناطور تخابر ونشت ناطور تخابر بارخو خديو يوم القورة يوم ايدة نشي هالكل خا نشت تيلا قدونية وبريشا ايد قواترا مخبيبة سوريا ناضلت المرأة ضد تنظيم داعش الارهابي الذي يعد التنظيم الاكثر ارهابا في العالم، كما انها تصد شتى اشكال هجمات الاحتلال التركي وتحت رايه وحدات حمايه المراه يابجه، انضمت المراه الكرديه، العربيه، الارمنيه، الاشوريه، السريانيه الى صفوف الثوره، وبروح واحده انطلقنا نحو العمل والكفاح في كافه ميادين الحياه، نوجه نداءنا الى كل امراه بأن تنظم ذاتها وأن تتسلح بسلاح الحماية حتى نستطيع بإرادة المرأة الحرة دحر كل سياسات الإبادة والاحتلال والعزلة ولنهدي مستقبلا حرا ومستقرا لجميع النساء والإنسانية. المرأة، الحياة، الحرية، القيادة العامة لوحدات حماية المرأة يابجة 8 مارس آذار 2024. جن جيان